الحمد لله الحمد لله خالق الأرض والسماوات وآخر المراتب وآخر الدرجات تفضل بعضهم على بعض الدرجات فجعل منهم أنبياء وأولياء وأصفياء وخلفاء وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات أحمده وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات فمن أتبعه ولا دفع سنته فاب في الدرك والعتاب عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات أما بعد فيا معاشر المسلمين آمنوا بالله ورسوله وادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونبئه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي رأيناها إلا فتنة للناس وقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قرقب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يمشي السدرة ما يغشى ما دام البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي ليلة كأراد في أحسن سورة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي بعيني وبقلبي فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فأطيعوا رسوله لعلكم تفلحون وعليكم بالإيمان والدين فإياكم فالكفر فإنه من يكفر بالله وبآياته فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقولوا من سبيل الفؤاد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وعملا مقبولا واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم ولله الرحيم ورب الحليم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر معه شيئا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله العظيم أتبع أمر واتبع ما نهاكم عنه وزجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد من صلى وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد من قال وقال صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء خير البشر وملائكته المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر وعلى الأنبياء من تقديم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى أبو زيد بن قريب الحرام الناطق بالصلاة أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى سد الله الغالب إمام المشارق والمغارب
أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهرمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمين وكرمين عز الله والناس سيدنا أبي عمارة الحمزة وسيدنا أبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى ستة الباقية من العشرة المباشرة وسائر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان والتابعين الأقوياء وأولياء أمة الأبرار إلى يوم القرار، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم لا تسلط علينا من اليهود ولا من المشركين، اللهم لا تسلط علينا من اليهود ولا من المشركين، ولا تسلط علينا من النصارى ولا من المنافقين، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين ارحمنا وعلى جميع المسلمين، يا ارحم الراحمين ارحمنا وعلى جميع المسلمين، وارحمنا وعلى المسلمين والمسلمات، يا ارحم الراحمين ارحمنا وعلى جميع المسلمين، وارحمنا وعلى المسلمين والمسلمات، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة شفاعته يوم القيامة، وفي الآخرة شفاعته يوم القيامة، اللهم انصر من نصر الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وانظر من خلق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واهب واتم واكبر.